صحيح حامد، لكن نتحدث لماذا هذه العملية التي وقعت بالأمس هي نوعية، خصوصا العملية التي وقعت في غور الأردن؟ أولا لأن هناك كان رصدا من قبل الشبان الفلسطينيين للحافلة الإسرائيلية، معرفة أن من فيها هم جنود، معرفة بأوقات تحرك هذه الحافلة من الثكنة العسكرية الإسرائيلية إلى مناطق مختلفة، بالإضافة إلى تجهيز طريقة لكي يفروا فيها من تلك المنطقة لولا الحادث الذي وقع معهم، وهو احتراق إحدى العبوات الناسفة داخل السيارة التي كانوا يستغلونها. لو أن هذا الحادث لم يقع معهم، كان يمكن الافتراض أن عمليات الملاحقة كانت ستستمر حتى الآن، ولم تتمكن قوات الاحتلال من إلقاء القبض عليهم. هذا الشارع الذي وقعت فيه العملية، شارع رقم 90، هو أحد الشوارع المركزية في إسرائيل، هو يربط شمالي إسرائيل، مرج ابن عامر، منطقة بيسان، طبرية والجولان السوري المحتل بالبحر الميت والقدس وإيلات والنقب. هذه المنطقة يمر فيها عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا، لذلك نشهد حالات الاستنفار متواصلة إسرائيليا، وقد تستمر خلال الفترة المقبلة وصولا لفترة الأعياد اليهودية التي تتحدث عنها والتي ستبدأ في منتصف أيلول سبتمبر الجاري. التقديرات الإسرائيلية هي أن العمليات الفلسطينية ستتصاعد، وأيضا كذلك ستتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية. تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال اقتحام المدن، تحديدا نابلس ومنطقة جنين. في بداية العام كان التركيز على منطقة جنين، لكن نابلس خلال الشهرين الأخيرين تصدرت المشهد وتنطلق منها معظم العمليات الإسرائيلية كما تشير وسائل العمليات الفلسطينية كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية. هناك حالة استنفار إسرائيلية، تحاول إسرائيل ألا يكون الاستنفار ملحوظا، ألا نشهد عمليات كبيرة لمنع استفزاز الشارع الفلسطيني أكثر، خصوصا أن هناك ضغوطا أمريكية بهذا الخصوص، جاء آخرها على لسان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف التي زارت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل خلال الأسبوع المقبل الماضي، وعبرت عن قلقها من تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تحديدا شمالي الضفة الغربية. إذا الأوضاع يعني أحمد، في عقاب هذه العملية غانس توعد بإجراءات أكثر تشددا، يعني ما طبيعة هذه الإجراءات المتوقعة؟ مزيدا من الاقتحامات على الأقل على المدى المنظور من أجل إحباط ما تدعي إسرائيل أنها مخططات من أجل تنفيذ العملية، ولكن إسرائيل لا تملك القدرة الدخول إلى داخل كل منزل ومعرفة من يخطط للعملية، لأن العمليات الأخيرة التي وقعت وآخرها عملية غور الأردن لم تكن تتبع لتنظيم فلسطيني تأتي الأوامر من الأعلى بتنفيذ عملية، وبالتالي يمكن لإسرائيل اختراق مرحلة من مراحل صدور التعليمات الأوامر. هذه عمليات يتم التخطيط لها داخل المنازل. عملية غور الأردن خطط لها أب وابنه وابن أخيه، لذلك لم يمكن لإسرائيل أن تتوقع ما إذا كان سيتم تنفيذ عمليات من هذا النوع. لذلك نرى عمليات اقتحام واسعة لشمالي الضفة الغربية، نرى اعتقالات بالجملة. التقديرات الإسرائيلية أن 1200 فلسطيني اعتقلوا. التقديرات الفلسطينية هو أن العدد هو 5000 معتقل. إسرائيل تعتقل كل من تعتقد أنه يفكر في شن عملية. الخشية الإسرائيلية الآن هو أن تنتقل العمليات من الضفة الغربية ومن المستوطنات إلى داخل الخط الأخضر كما شاهدنا خلال شهري آذار ونيسان الماضيين. أحمد دراوشة من القدس، شكرا جزيلا لك.